يعد سوق الأوراس المعروف لدى سكان مدينة وهران بسوق لاباستي أحد أهم أسواق الشعبية بالولاية. موقعه في قلب مدينة وهران وطابعه الخاص جعله محافظا على روح الأسواق الشعبية رغم التطور والعصرنة. لاباستي فيها الأمبيونس، فيها الناس تجار، الله يبارك ما شاء الله، ما كانش تجار واحد، كان بزاف تجار كما كتشوفوا اليوم. اليوم نهار الشباب كما كتشوفوا، جاو كاع الناس من الولايات عم يشرو عندنا هنا، كما كنا صحاب لي زيبيس كما كتشوف انا الخضره. لاباستي وهذا نحبها من بكري، عبادها كره ما الله يبارك. بحلول شهر رمضان يتحول السوق الى مقصد سكان المدينه من كل حد وصوب وحتى من خارج الولايه، على اعتباره مؤشرا للاسعار لجميع اسواق المدينه الاخرى، ويؤكد قاصدوه على ان اسعاره في متناول الجميع. ينتشر على أرصفة السوق كل ما لذ وطاب من خضر وفواكه وباعة السمك والحلويات التقليدية، إضافة إلى الأكلات الجاهزة، ما خلق جوا خاصا بالسوق وأطفى عليه ديكورا جميلا. في رمضان يعني المذاق والحلاوة تاع رمضان كي تشوف لاباستي هذه، فاش الحاجة مليحة في لاباستي عندك يعني لو شوا، يعني تخير كيما تبغي، والأسعار تاني يعني تنافسية. في انتظار إعادة ترميمه وتهيئته، يبقى سوق لاباستي بنكهة خاصة لسكان مدينة وهران خلال الشهر الفضيل، بوصفه مكانا للتسوق وفضاء للتجوال.